فولو الفولو ما تنسوا عشان نفتح لايف ونشوف بعض كل يوم واطمن عليكم كل يوم واطمن على شمالكم كل يوم. اوكي دبل تاب دبل تاب اند فولو مي اند اف يو وان تو فولو مي اون انستغرام اتس ان ماي بايو. الخواجة thank you come to Ohio oh my god no not Ohio yeah I've been to New Jersey I like New Jersey shots bro what إذا طلعت على السما بدون سبب حيقولوا عني مجنون I don't know what you're talking about what's wrong with Ohio I don't know they just say it's ghetto like I've never been in Ohio but they say it's ratchet and it's ghetto and A lot of shit happened there. It's like Chicago. No! Don't compare Ohio to Chicago. Hi, how are you? I'm good. Hi, I'm from San Diego. Hello. Hello! Have you ever been to Boston? No. New Jersey's ghetto? Bro, now every state is ghetto. No! I like New Jersey. I mean, maybe. A little bit. Because, like, when I went to New Jersey, I liked it. It's just too much. Like, you just feel like you're in Palestine. Like, it's Palestine. I've been in Chicago. أبعت لك أسعد. Oh, أبعت. I like Ohio. I mean, it's your preference. You like Ohio, you like Chicago, whatever you want. Come to Mexico City. Guys, في سمعتوا عن في مكان do you work? No, I don't work. سمعتوا عن مكان زي ايلاند بس هي في امريكا ايلاند هيك صغيرة اول ما تروحوا لها ما يعني ما بتروح بالسيارة ما بتقدروا تدخلوا في سيارات كلها يعني زي الخيل تركبوا على horses يعني او مشي او اشي زي هيك حد عمري راح عليها؟ Come to Sweden? Maybe. When Heidi? Like يقبرني Heidi. Heidi في أمريكا بس ما بعرف شو اسمها. Yeah, I've been to it. No, you haven't. شو اسمها؟ ما بعرف بس زي أكنه هيك بلا يعني منطقة هي island فهي صغيرة ما فيها سيارات كل اللي فيها هيك يعني horses وهيك أشياء قديمة. Oh my god شفتوها؟ شفتوا الحشرة اللي هلا اجت على شعري؟ مش عارفة شو أعمل بحياة ربي مش عارفة شو أعمل مش عارفة اسمع أنا عملت فيديو على Bro I freaking hate them هدول الحشرات اللي جايين في شيكاغو اسمع امبارح كنت رايحة كان الصبح بدي أطلع في السيارة بدي أروح أعمل هالإشي اللي هو بسمع صوت في السيارة بعمل زي هيك وانتو بتعرفوا الحشرات اللي حاليا في شيكاغو هالقد كبار وبطيروا بعضوا بعملوا اشياء كتير المهم اللي هو حكيت اكيد في حشرة في السيارة قعدت هيك 10 دقايق قاعدة بسمع صوتها اللي هو وين مرة واحدة طلعت لي من تحت رجلي بتعرفوا متخبية تحت الكرسي في السيارة سكيرا يا طلعت لي من تحت رجلي وانا ايش لازم اصورها في كاميرات عنا برا بدي اصورها والله بدي اصورها وانزلها على التيك توك انا دخلت جراي قاعدة بصرخ بابا طلع على الكاميرا بحكي ايش في زي كانه فكر حد سرقني ولا حد عمل اشي وانا بس هيك قلت له يعني عضتني انا بخاف من الحشرات يا جماعة انتوا هلا شفتوها برو يا الله اشي مستفز بحس حالي مقرفة لما حشرة تلمسني They don't bite? I don't know. I'm just scared of them. الحمد لله بعدك عم تحكي لنا القصة أيوة والحمد لله. Yes. Anyways guys عندكو اسمه هاي الحشرة ما بتيجي كل سنة هي بس بتيجي كل يمكن
أرنو أنا سمعت different things يعني من ناس سمعت 17 سنة، من حد سمعت 7 سنين، يعني بتيجي كل أكم من سنة، وهم ما يعني ما قتلوه وما عملوا هيك لأنه هي ما بتعمل لك إشي، فاهمين؟ I love attention my love, I love it. It's not a bad thing. Yeah, hopefully they'll be gone إن شاء الله soon. المهم ماكس thank you. كم عندكم الساعة؟ يمكن 8-9. بدي أرش على مامتك يا نضال، تعرف مامتك اللي قاعدة في البيت بدي أرش عليها. يعني نفهم إنها حشرة مسالمة. يوسف thank you. I think مش متأكدة بس يعني I think. No, I'm scared of it and I get disgusted. Both. الطقس حلو أكيد. إحنا هلا في شيكاغو الطقس كتير حلو. شوب ومرار شتاء ومرار يعني الجو حلو. I'm mixture of everything. بس I like Chicago. بحب أروح على الداون تاون، أبعد عن كل العرب، أبعد عن كل العالم وهيك، فهمت؟ تعمل اللي بدك إياه. لأنه في شيكاغو كبيرة، بس يعني الداون تاون كبيرة، فيها أماكن كتير، فيها مطاعم، فيها كل إشي بدك إياه. تقدر تروح تقعد على البحر، تقدر تروح تقعد على الليك، whatever. ما في رطوبة أصلاً. الجو اليوم هوا مع شمس، يعني الجو كان كتير حلو. Thank you, Yusuf. You're talking about Makena Island. Maybe that's what it's called. Makena Island. ما فيها سيارات بس فيها يعني إنه هدول الهورسز زي ال. I live 1 mile off the coast, right by the beach. Bro, you're lucky. Bro, I wish, cause in Gaza I used to live by the beach. I wish I could live by the beach. It's just my vibe, you know, to get up or at night go sit by the beach. It's just the vibe. المهم في هذا التاون اللي ما فيه سيارات بيحكوا انه هو زي تاون للبيض، يعني في ناس كتير racist هناك انه عنصريين وما بيحبوا غير البيض وكذا وكذا. وفي ساينز بكونوا في اماكن هيك في امريكا، يعني انا قرأت عنها امبارح قبل ما انام. انا كل قبل شوفوا حياة ربي جنبي. ما يا ربي الحشرة جنبي. Oh my god dude what the مش عارفة شو أعمل، مش عارفة. أنا مش قادرة أبين لكم الخوف، بس يعني أنا ما بحب الحشرات. يا الله، عشان هيك أنا ما بطلع أقعد برا، عشان هيك ما أزنخ دم وجهك. لا وبتمشي في سلو موشن، هيك سلو موشن. المهم كنت احكي لكم انه في انا امبارح قرات عنها في مناطق. هاي كوكي اي لاف يو. في مناطق في امريكا لهذا اليوم بكونوا مناطق اسمهم نسيت شو اسمه اشي تاون. هدول المناطق بكونوا كاتبين ساينز، يعني حاطين ساينز افتر، يعني بعد ما تنزل الشمس ما يكون حد هون غير الناس البيض. فصراحة ما حبيت هاي الاشي لانه يعني بتخوف انه بس هدول الناس عنصريين بس بحب الناس اللي زيهم. يلا يا جماعة اسد say hi to them. انت بحكي له بس انا بخاف لانه في امريكا صعب انك تبين الاطفال. اسد يا جماعة اسد. مش عارفة وانا احط التلفون، يعني انا ما بدي احطه، انا كنت هناك بس ما بدي احطه هناك لانه رح تيجي الحشرة. Okay. Oh no, this is not a good place. Is she speak? Yeah, I speak Arabic. They love you. I love you more. Mm-hmm. I live in the suburbs of Chicago. South Chicago. Telephone. My phone is on 10%. As soon as it dies, I'm gonna go off.
شو أسد وشو تيك توك؟ لا أنا خلص أوكي مش لازم أنت. أنت مش لازم. نشوف بيتنا حلو وكبير الحمد لله بس مش لازم أفرجي على التيك توك هلا. كل يوم أسد خليه يلا ابعتوا خروف عادي عادي أوكي I don't mind. Without filter, I know. I don't like going on live without, I mean, with a filter, but it's fine. المهم شوفي عندكم أسئلة حابين نحكي شيء شوفي يا جماعة. What time? What time right now? It's like 8 أو 9 I don't know. قد دحكي بحبكم ليه تشردقت أول ما قلت دحكي بحبكم بحبكم واللي مش عمل لي فولو يعمل لي فولو هنا وعلى الانستغرام أوكي هنا وعلى الانستغرام أكتر 2 أبس أنا أكتف عليهم هو التيك توك والانستغرام أوكي إلها ساعتين تمت مش عارفة الأبديت الجديد ما بفرجيك الوقت هنا فما بعرف أكم الساعة شو مع اليوتيوب أوه ماي جاد لسه ما فتحت الشانل تاعت اليوتيوب ما بعرف لسه ما في حد شجعني إنه أفتحها فما فتحتها بس ما بعرف يمكن أعمل عليها اليوم أنا هلأ بعد ما أخلص اللايف في عندي 3 products that I have to promote بعد هذول 3 products بعديها بفكر شو بدي أعمل نادي في حياة شو أكلت اليوم شو تغديت اليوم والله أنا أول ما خلصت جيم I think كانت ساعة يمكن واحدة أو تنتين يا yeah, تنتين بعديها رحت أكتر عرب في ميتشيغان أو ميتشيغان مالي عرب بس I think في ميتشيغان mostly Lebanese وعراقيز في ميتشيغان المهم أول ما خلصت جيم رحت جبت ساندويتش هيك فيه تشيكن وصوصز وأشياء كتير زاكية وشريت أكل من شغلة ورجعت على البيت من الساعة 2 للساعة هلأ 8-9 ما أكلت اليمني أكتر شيء والله أنا بتعرفه أنا بدي أكون صريحة معك اليمنيين ناس كتير كتير محترمين هذا أول إشي ثاني إشي إحنا بحس إحنا العرب أو موصل الفلسطينيين بنحب يعني مش إنه نساعد بعض بنحب ننزل بعض يعني أنت انزل عشان أنا أطلع أنا اليمنيين كل اليمنيين اللي شفتهم في شيكاغو نيويورك كل هدول اليمنيين كلهم بحبوا يساعدوا بعض بحبوا يقفوا مع بعض كل هيتهم ماهم مصاري كل هيتهم عندهم gas stations عندهم businesses عندهم كل إشي فعن جد اليمنيز good job أنتوا عاملين إشي صح ما ولا مرة رحت على ميتشيغان فما بعرف إذا فيها يمنيين كثير فيها عرب كثير ما بعرف now you sound Palestinian huh I don't know what you're talking about الفلسطيني يا جماعة الفلسطينيين تمام كل إشي تمام بس يعني هنا خاصة في شيكاغو اللي أنا شفته إنه ما بيحبوا الخير للناس الثانية يعني أكيد مش كل الفلسطينيين هيك بس معظمهم معظمهم ولا بأي مكان I don't know ليش إحنا هيك والله وحياة ربي مش عارفة ليش إحنا هيك يعني ممكن نكون زي اليمنيين نحترم بعض نحب بعض ونعمل مصاري يعني اليمنيين ما هم تعرفوش أنتوا اليمنيين ما ببين إنهم ما هم مصاري بس ما هم مصاري عندهم gas stations عندهم محلات smoke shop عندهم كل إشي اليمنيين ومرتاحين وعندهم سيارات وكل إشي وبيحبوا بعض وبيساعدوا بعض وبروحوا على محلات بعض وبشتريوا من بعض بس إحنا الفلسطينيين غير